السلام عليكم الإخوان، السلام عليكم الأخوات، مساكم الله بالخير، مساء الخير، مرحبا بكم كاملين. أعتقد جينا في الوقت مع العشرة نيشان. أتمنى أن يكون وقت مناسب بالنسبة لكم في المغرب. حاليا هذه الساعة الوحدة عندنا في دبي، ولكن ماشي مشكلة، كنسهروا قلنا نديرو معكم اللايف. مرحبا بالدراري كاملين، مرحبا بالبنات كاملين اللي كاينين معنا. الصوت هو هذاك الاخوان، عفاكم يا الصوت هو هذاك، باش نتاكدوا من هذا الصوت. الصوت هكا، ديروا لنا شي حركه. اوكي، نتسناو واحد جوج دقائق ونبداو باش ما نعاودوش نكرروا الاسئله. اولا مرحبا بكم كاملين، نتمنى ان هذا اللايف ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون مبارك ونقدروا نفيدوكم وتفيدونا جميع. اخوان باش تعرفوا راه البارطاج ماشي زعما راه غير كنعطيو، راه حنا كنعطيو لاننا ناخذ، او حنا كنعطيو لاننا نريد الاخذ. راه ملي كطرح عليا سؤال او كتستفسرني من شي حاجه راه 90% ما كنعرفوش. راك بحال قلت لك كتقول لي فوالا هذه معلومه، سير قلب، تعلم كثار، ورينا وقرا بزاف د الحوايج. راه ملي كيسون ديالكم كنتعلموهم. وعليكم السلام الاخوان والاخوات كامل اللي كيقولوا السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم انا قبل واحد ساعتين هذه سولتكم جماعه من لي كيسيون، نطيت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 واحد 12 سؤال اللي كنشوفوا على الاقل في منظوري انني يستحق نجاوبوا عليه او يستحق اننا نهضروا عليه هذا اليوم ان شاء الله. كما قلنا بقات واحد الدقائق، مثل 12 و5 دقائق، عفوا 10 و5 دقائق، نبداو لي كيسيون ديالنا ونبداو نجاوبو ونبداو اللايف ديالنا. كما قلت لكم سولتكم واحد ساعتين هادي على لي كيسيون اللي طرحوا عليا لي كيسيون، جمعت مجموعه من لي كيسيون اللي كنشوفها انا نقدر نجاوب عليها، اللي كنشوفها انها داخل ضمن التخصص ديالي، واللي كنشوفها انني غادي نجاوب عليها لانني كنعرف الجواب ديالها. الحوايج اللي ما كنعرفش فيهم او ما كنهضرش فيهم بصفه عامه، ديما كنقولها لكم كخوا راه عارفينها. واش ما كتقلقش؟ لا خويا ما كنتقلقش. بيان سور اي واحد كيتقلق، ما عرفت على السؤال ديال السؤال. عموما قال لك علاش ما كتجاوبش في الخاص. خاي سيمو تحيه ليك. علاش ما كتجاوبش في الخاص؟ خويا انا ما كنجاوبش في الخاص، باش نكون معاكم صريح، ما كنجاوبش في الخاص، عندك الحق. كنخصص واحد 10 دقائق في النهار، كندخل كنقرا، كنحاول نقرا ما تيسر. راه الا شفتي في الخاص، راه تبارك الله، راه داكشي اللي كيجينا يوميا ديال في البرايفيت راه ما يمكنش تجاوب عليه. دونك ما كنجاوبش في الخاص بطبيعه الحال، الا في حاله كان واشي سؤال لي معين مصنفو انا من بين الحوايج اللي كنجاوب عليهم راه كنجاوب عليه وصافي. دقيقه ونبداو، هادي 4 دقائق. السيمو شي معانا، السيمو كيتفرج حتى هو. بيان سور واحد قال لك واحد السيد قال لك سيمو شي حاجه داسرة. بيان سور كنوجدو لكم شي حاجه داسرة ان شاء الله. قريب جوايه ديكم ابريل شهر 4 ان شاء الله تكون شي حاجه اللي غدير واحد القفزه كبيره في المارشي، في الاي كوميرس، ماشي غير في المغرب، نقدر نقول لك في الوطن العربي ولا حتى في العالم، علاش لا. هادشي اللي زعما نقدر نهضروا عليه في هادشي. اوكي اخوان، هادي 5 دقائق
غادي نديزاكتيفي غادي نديزاكتيفي لي كومونتير. والله كل مرة كنقول لكم كيفاش كديزاكتيفيهم. عادي مش تمام. اوكي ديزاكتيفينا لي كومونتير باش نقدروا نركز. لي كومونتير كياخذوا لينا التركيز وكيشتوا لينا الانتباه ديالنا على اللايف وما كنقدروش نكونسونطريو ونكون عفوا فيهم. اول سؤال هو مجموعه من لي كيستيون ما غاديش نجاوب عليهم وغنفسر فيهم علاش واش كنا هما. بزاف ديال لي كيستيون كيجوني سواء طلب هكا نهضر عليهم في اللايف سواء في البرايفيت كيجوني بزاف، وهاد الانواع ديال الكيستيون ما كنجاوبش عليهم وغنقول لكم علاش. اول نقطه هي لا اجيب على اسئله معينه اللي هي خويا تسد لي فيسبوك، خويا كيفاش ندير فيسبوك اد، خويا كيفاش نتيستي برودوي، خويا عندي مشكل في الديوانه، خويا بشحال غنديواني، خويا كيفاش نجيب الديوانه، كيفاش نجيب السلعه من لاشين، كيفاش نديوانيها، خويا انا مبتدئ شنو خصني ندير. هادشي هضرت عليه في شي ستوريات يوميه هاد الايام. خويا اشرح لي التجاره الالكترونيه، شنو هي التجاره الالكترونيه. هاد الاربعه هاد الاسئله ما كنجاوبش عليهم. فيسبوك، الجمارك، شرح لي التجاره الالكترونيه، انا مبتدئ. هادو ما عمرني كنجاوب عليهم بزاف، لان نقدر نقول لكم الاخوان هاد الانواع هاد النوع ديال الاسئله مضيعه للوقت ليا وليك. اوكي، لكن ملي نجي ملي انت كتجي كتقول لي اخويا يحيى عندي مشكل في الجمارك، انت جيتي الشخص الخطا. باش نكون معك صريح، انا ماشي ترانزيتير، انا ما خدام في الديوانه، انا ما غير متخصص. يعني راه الا جيت نكذب نجاوبك كنولي غير كنبغي نبان عليك وغنولي كذاب. جيتي عندي قلت لي اخويا واحد السلعه ديالي تشدات لي في الديوانه. اوكي تشدات لك في الديوانه، ولكن انا راه ما عارفش، انا ماشي محترف في الديوانه وما كنزاولش ما له علاقه بالجماريك والتعشير. يعني كتسولني انا شخص غلط خويا، سير عند ترونزيتير وغيجاوبك على لي كيسيون كاملين وتخلصوا كاع استشاره ب 300 درهم وهو جاوبك، ولا سول شي واحد كيديرها. شوف ديما كنقول لكم هذه القضيه، احسن شخص تسولوا على شي حاجه واحسن شخص يعطيك معلومه صحيحه في شي حاجه هو واحد كيديرها، ماشي شي واحد كيهضر. اوكي، بديت تسول شي واحد على الاي كوميرس باغ اكزومبل في الخليج، سول شي واحد كيمارس الاي كوميرس في الخليج، ماشي 15 يوم هادي، ماشي شهر، ماشي يلا سمع بيها، ماشي يلا قالوا هذه، لا عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين عامين مينيمو في الخليج كي يزاول راسو. اوكي، هذا هو اللي خصني نسولو. نفس الشيء في جميع المجالات، ملي كتهضر على شي واحد في الديوانه هذا سول شي واحد اللي كيزاولها يوميا يوميا رجلي على رجليه، كيجري في المطارات وكيجري في المرسى وداخل عند الضرائب ولا ما عرفتش كيف، المهم الادارات ديال الجمارك وما لها وكل ما له علاقه. هذا هو احسن واحد غيجاوبك. كما قلت ذاك النهار في واحد ستوري ولا فيديو قلت لكم، ملي يجي شي واحد يقول لي او يسولني على السي او دي في السينيغال، راه الا جينا كنجاوبو كنوريك وكنقول لك طلعوا نزلا نولي كذاب، ما زاولتش، ما عمرني مشيت للسينيغال رجليا، ما عمرهم تحطوا في السينيغال وانا نهضر لك على السينيغال. كما قلت قبيله شي واحد ما عمرو حط رجلي في 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 السعوديه ولا في دبي ولا في الخليج بصفه عامه، وما عمرو زاول عليه ويجي يفتي عليك في 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 الاي كوميرس في الخليج. زعما كتجيني غريبه، زعما انا شخصيا كتجيني غريبه بزاف ان شخص لا يزاول الشيء ان يفتي فيه ويعلم فيه الناس. نكون واقعيين على القضيه. نفس الشيء اللي كما قلت لكم هادو ما كنجاوبوش عليهم. فيسبوك اخويا تسد ليك حل واحد اخر، كيفاش وليش وفين، داكشي متعلق بك انت، كل واحد كل واحد السيتياسيون ديالو. انا ما كنجاوبش على الفيسبوك، ما كنجاوبش على الجمارك، ما كنجاوبش على انا مبتدئ. جاوبت عليه واحد المره، انت مبتدئ اخويا، انت قلتها في امك انا مبتدئ، اذا خصك شنو كيخص المبتدئ؟ ادخل تعلم. انا مبتدئ في اللغه الانجليزيه، يعني خصني ندخل نتعلم اللغه الانجليزيه. دخل اخويا تعلم، فين غنتعلم؟ عندك يوتيوب، عندك لي فورماسيون، دير فولو الناس اللي كيديروا هاد الحاجه، سمع من الناس، تفرج في فورماسيون، دخل اليوتيوب جوجل، شي بشويه غتغلط هنا، غيكتبوا عليك هنا، غادي تيق هنا، وراه هذيك هي الاكسبيريونس اللي كتبنى انت. بيتي كلشي تجي منها الاول تعلم صح، راه ما يمكنش. ولا السؤال الرابع اللي ما كنجاوبش عليه هو شرح التجاره الالكترونيه. شنو غنشرح لك في التجاره الالكترونيه؟
مادام كتسول لي هادشي يعني انت ماشي اهل من من بين الناس اللي ديال التجاره الالكترونيه. اول تجاره الكترونيه خص تفهمها، قرا عليها، بحال مشيتي لافاك مع الدخله قلتي شي واحد شرح لي القانون، شنو دابا قول لي شنو هو القانون، واش غيعرفه لك ولا غيوريه لي؟ القانون شي حاجه، واحد العلم اللي كيدرس العلم القانون الاجرام الى اخره، يشرحوا لك مثلا وكاين يوريك الفصول، خص تدخل لون فو جلس تاع عامين عامين في لافاك باش تتعلم. اوكي، هذا هو السؤال اللي كما قلت لكم ما كنجاوبش عليه، وبلا بلي بار دي كيسيون للاسف جاوا في هذا جاوا في هذا في هذا الكاتيجوري، نحيدوا علينا هذا. اوكي، بزاف ديال الناس سولونا، بزاف كيسولوني على المنصه الجديده مع السيمو والدراري. اوكي، المنصه الجديده الاخوان هي واحد المنصه كما قلت لكم قبيله، ما نقولش الاسم ديالها، اللي غادي تلونسا جويه في شهر 4 ان شاء الله. محطوط ليها يعني كبرنامج اللي حاطين حاليا هو في ابريل ان شاء الله. وهذه المنصه غتجي باش تحل مشكل كبير وغتوفر فرص كبيره للشغل. الناس بزاف ديال الحوايج بيان سور غنبداو في الجي سي سي، غنبداو في الخليج، مي غادي نطورو لبزاف ديال الدول من هنا لقدام. انت اللي كتفرج فيا حاليا، الى فرضنا جدلا انك انت ولد الدومين، اوكي، هنا باش نوصل لكم المنصه شنو كدير وشنو وباش غتفيدك انت اللي كتفرج فيا. غتفيدك انت بجوج حوايج، غتفيدك بجوج حوايج او غتفيدك في دو سيتياسيون، في حالتين. الحاله الاولانيه الى انت واحد الانسان اللي كيمارس الاي كوميرس خصوصا بالنظام السعودي، سواء في المغرب سواء في الخليج، هاد المنصه كتوفر لك انك تدخل داك الماركت نتا في المغرب بنفس الشكل باغ اكزومبل حاليا ديال السي او دي ماستري، ولكن بامتيازات اكبر، باسعار احسن، شحال من حاجه اللي غادي تبدل بزاف. هذا الشق الاول. الشق الثاني اللي كاين في ديك المنصه هو انها غتوفر الناس واحد اللي كيتقنوا، الناس اللي ورا البي سي، العيالات، الرجال الكبار، الرجال الصغار، اللي محترف اللي ماشي محترف، يعني وكاين عندهم عارف او غنعلمهم كيفاش انه غيدخل، ما غيحتاج انه لا يشري لا برودوي ولا يشري حتى شي حاجه، غيدخل غياخذ برودوي ديجا كاين تما وجاج في ديك الدوله، غيدير ليه ماركتينغ، كتجيب مبيعه كيتخلص بها واحد البركه. اوكي، هذا بصفه عامه او بخلاصه، ولكن داك الشيء راه هرب. ملي كنقول لكم هرب، ماشي كنستعملوا هرب ولا داس باش يعني كمصطلحات الماركتينغ ولا التسويقيه، لا، كنقول لكم هرب حيت كنعرفوا بزاف شنو كاين في الماركت، وعارفين لا فالو اجوتي ديال ديك المنصه على الناس اللي بغاو يخدموا، حيت كاينين الناس اللي بغاو يخدموا، كاينين الناس اللي بلا 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 بلا, بلا. ما كندويش على هادو. اوكي، هذه هي المنصه الجديده، ان شاء الله تسناونا في ابريل، ما بقى والو شهر ونص هكاك ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا معكم او الشهر 13 يوم. اوكي، بزاف ديال الناس كيقولوني واحد السؤال الثالث، نحيدو هاد المنصة، واحد السؤال مهم بزاف الاخوان اللي بغا يدير بيزنس سعودي. اخوان ملي كنقول الخليج ماشي هو الخليج بوحدو اللي كاين، انا غير كنقول الخليج حيت كنفهم فيه، ولكن ملي كنقول واحد البيزنس سعودي قيس علي اي دولة اخرى فيها السعودي خدام فيها، راه القوانين وحده او ستركتور وحده، كيختلفوا بزاف. كيقول لك اخويا جربت بزاف ديال المنتجات وما خدامينش ليا في التيست. اوكي، نبغي نقول لك واحد الفكره هنا في الخليج بتجربه، ماشي ديال شهر، ماشي ديال شهرين، ماشي ديال عام، واحد التجربه كتمتد قربت تفوت 5 سنين. اوكي، 70% من المنتجات اللي كنجربوا في الخليج كتطلع ناجحه، صافي. الا انت تحت هذا، الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، كتب هذا الرقم، 70% من المنتجات اللي كنجربوهم في الخليج كينجحوا، يعني بالخشيبات بالعربيه تعربت، الا جربت 10 د المنتجات درت لهم تيست، 7 فيهم غادي يجيبوا لي ريزولطا قابلين نخدم عليهم. الا انت فوق هذا المعدل، فوق هذا 70%، خوك انا كنعتبر راسي ضعيف. اوكي، في البروكت ريشيرش ضعيف، في الابداع، في الكرياتيف، في شحال من حاجه واعترف بها. الا انت فوق هاد 70 فحيت انت معلم. اوكي، الا انت قل من 70 وقيس على ذلك بشحال بعيد على 70، واش انت في 60 ولا في 50 ولا في 10 ولا في 0، عرف انك انت عندك مشكل في اختيار المنتجات، صافي. بالعربيه تعربت، انا كنفسر لك هنا، ما غاديش نفتي عليك
الهضره الخاويه نقول لك فيك مشكل من الاخر صافي. انت فيك مشكل ملي ما كتلقاش المنتجات اللي خدامه في الخليج، لان الخليج من اسهل المارشيات تلقى فيهم برودوي خدام. وغادي نفسر لك علاش الخليج هو اسهل مارشي تلقى فيه برودوي خدام. اوكي، الا انت قل من 70 عارف راسك عندك مشكل في اختيار المنتجات، يا اما كتختارهم بالعاطفه لانك انت كتعتقد ان هذا البرودوي خدام وهذا البرودوي ما خدامش، دونك كتخلي واحد الفلتر بشري اللي هو انت. لا خويا ما تفلتريش اخويا، ما تفلتريش انت، ما تفلتريش. بان لك واحد البرودوي ترند في شي دوله معينه، جيبو تيستي في الخليج. ما تقولش لي هذا مزيان هذا خايب، راه كيجيو عندنا ناس او معانا كلاينت في سعودي ماستري سيرفيسز مع ذاك ماجور ديالنا كيوقع لهم هذا المشكل، كيقول لي علاش ما خدمتش هذا البرودوي؟ قال لي دير داك الشيء انا ما بانش ليا فيه، ما غيشريوش الناس. شكون قال لك انت ما غيشريوش؟ وليتي انت معيار، وليتي انت هو التيست. خويا انت ماشي تيست، مع احتراماتي لك انت ماشي تيست، انت ماركتر. والماركتر خدمته ماشي هو يفاليدي البرودوي، خدمته هو انه يلقى واحد لونغل ولا واحد زاويه ولا واحد الكرياتيف باش يبيع به داك البرودوي. اوكي، دونك انت ما تولي فيلسوف اكثر من الفيلسوف براسو. يعني شتكم كتاخذوا شي برودويات؟ راه ما يمكنش، لانك انت البرودوي اللي غيخدم حقرتيه انت. اعتقد هذه فكره واصله وهذه الفكره باينه. اذا الا انت قل من 70% من البرودويات اللي كتجرب ما كينجحوش، عارف ان فيك مشكل في اختيار المنتجات. ونصيحتي لك هو انه المره الجايه خذ 10 البرودويات وتستيهم كاملين. ما تقولش انت هذا لا، هذا السبب الرقم واحد. السبب الثاني ان كتختاروا منتجات تساتيرا في ديك المار في داك المارشي. اوكي، رغم ان حتى هذه راه ماشي صحيحه واحد الدرجه كبيره عاوتاني، ولكن باش تغير تقول لي بما ان البيج ديالك صغير ولا انت باقي خايف ولا شي حاجه تدخل في المعقول ديريكت، كنقول لك جيب واحد البرودوي اللي مازال ما كاينش داك في داك المارشي. يعني كنقلبوا على برودوي وكنقلبوا عليه في داك المارشي في مواقعه في امازون في السوق الى اخره، الى قليل تما هو كاين ديما احتمال كبير انك تبيعه وتبيعه لمده طويله. رغم ان حتى هذه ماشي ديما صحيحه، كاين برودويات اللي حنا كنبيعو فيهم عامين 3 سنين هذه. اوكي، وعندنا ديك ليون في سعودي ماستري من نهار بدا معنا في ديسمبر 2019، وحنا فبراير 2021 يعني عام وشهرين ولا عام وثلاث شهور باقي كيبيع نفس البرودوي. اوكي، وعارف راسو ماشي هما شي واحد ولا جوج باقي عاني تخيل معايا عام، وكاين اللي كيبيع 6 شهور. يعني الخليج من حسنه او من محاسنه انه البرودوي ساهل تلقى برودوي خدام، بشرط انك انت ماشي انت هو المعيار، المعيار هو السوق. الا انت ماشي قد المعيار ما تكونش معيار. ربما شي واحد عايش في الخليج واحد 5 سنين 6 سنين ولا كيزور الخليج ولا فاهم ماركيت وعارف الثقافه والشعب والناس شنو كيشريو، هذا ممكن يكون فلتر راسو بدرجه محدوده عاوتاني، ماشي عاوتاني فهمتيني. مثلا انا مثلا هنا كنخرج كنجلس في المول كنجلس في القهوه كنشوف المحلات الناس شنو كيشريو، سهل عليا نلقى. ولكن انت ما عمرك كاع جيتي الخليج وبديتي كتفلتري لواحد الشعب لواحد الثقافه، يعني بعقل مغربي بتختار ما يمكنش اخويا. تاني ميزه اللي قلت لكم قبيله كاينه في الخليج وعليها لي برودويات كينجحوا، عندك اخويا خمسة هاد الدول مبدئيا. يعني ملي كتاخذ هذا تيستيه، كتيستيه في السعوديه وكتيستيه في البحرين وكتيستيه في سلطنة عمان وكتيستيه في الكويت وكتيستيه في الامارات العربيه المتحده، راه نادر. والناس هنا اللي كيتفرجوا والناس اللي خدامين في الخليج عارفين انه البرودوي لا بد يخدم لك ولو في دوله واحده. اوكي، يعني راه نسبه ان البرودوي ما يخدمش لك نادره. اوكي، نادره انا كنحصلها في 30% في اسوء، قلت لك راه 70% كيخدم بالزربه. المشكل الثاني اللي كاين هنا في برودوي خدام ولا ماشي خدام هو كيفاش كتعتبره انت خدام. حيت ملي انت كتدخل في الديتاي ديال هاد المعلومات كيقول لك كيجي عندك شات كيقول لك دير ادخل يا يحيى جربت واحد البرودوي تعتبر ما خدام. شحال من برودوي جربتيه؟ 5 6 7 ما خدموش. راه حتى ديك ما خدموش خصنا نحللوها،
نجلسوا على طابل خويا، شنو هي ما خدمتش؟ واش ما جابتك كونفرجن كاع؟ يقول لك لا 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 راه جابوا، ولكن جابوا لي ب 8 دولار، جابوا لي ب 10 دولار، جابوا لي باكس، ولا سعر المبيعه معيار عنده. خويا بغيت غير نعرف، جزاكم بخير، شكون هذا اللي علمكم ان سعر المبيعه معيار لنجاح منتج او لا؟ انا دائما صراحه كنتسال هذا السؤال، كنقول ربما قلناه ليهم شي مره او تقال ليهم، انا شخصيا ما عرفت، الا قلتو شي مره راني غلط. اوكي، راه سعر المبيعه لا يعتبر باي شكل من الاشكال في لافاز ديال التيست معيار لنجاح منتج من غيره. هادي قيدها خويا، وكان مصملك عليها بالعشرة. اوكي، يعني ملي كتقول لي راه ما ناجح حيت جايب الكوست ب10 دولار، راه هذا ما كيتسماش منتج غير ناجح، راه غير انت اعتبرتي البورشيز يعني الكوست ديال البورشيز معيار. هذا شكون علمك هذا العلم؟ شكون قال لك هذه الهضره؟ اوكي، راه باش يبيعوا الطوموبيل راه كيخسروا عليها 30% ديال البادجيت ديال السعر ديال الطوموبيل في الادز، باش يبيعوا بارتما الى اخره. يعني راه ما بقاتش في شحال، ولا 8 غاليه وجوج هي اللي ما غاليش. لا، معادله غير صحيحه. معنا ناس في سعودي ماستري سيرفيسز وكيتفرجوا فينا هنا، وامل انهم كيتفرجوا فينا، كيجيبوا مبيع ب 15 دولار وزي الفل على العسل عندهم البيزنس. انت شتي 8 سديتي الات، هذا الشيء ما منوش كتبوا علينا، كيتفلاو علينا نظريه المؤامره ديال ديما. شكون علمك هذا الشيء؟ راه ممكن تجيب كوست بجوج دولار وتخسر ويطلع منتوج فاشي وتجيبه ب 18 و15 و14 و10 و8 وتربح فيه. يعني خويا اختي اللي قال لكم ان سعر المبيع هو معيار غلط، وغتقول لي اخويا مزيان هذه الفلسفه ديالك نقبلوها ندوزوها بالماء، شنو هو هذا الشيء المعيار؟ هو الحساب. الحساب هو الحساب. يقدر برودوي، يقدر برودوي اخويا اختي تجيبه بجوج دولار في الات وفيه الكونفيرميشن ريت عيانه، ولا فيه الديليفري عيان. يعني شنو هو الفائده نجيب برودوي اوكي وبواحد الكوست نازل وفيه الكونفيرميشن عيانه؟ لان غالبا هاد البرودويات، غالبا هاد البرودويات اللي كيتجابوا بواحد الكوست هابط فيهم جوج حوايج، يا اما اعلان مضلل مضلل ما عرفتش. المهم داك الفيديو اللي حطيتي زدتي فيه الملحه بالعربيه تاع عرفت. اوكي، يعني داك الفيديو اللي حطيتي زدتي فيه الملحه مبالغ فيها. وهنا شنو كيطرى الا زدتي الملحه؟ راه كتجيب الكوست هو هذاك، غير كيمشي، غير كيمشي داك الليد اللي جبتي للكول سنتر، والكول سنتر ستريكت، السلام عليكم، وعليكم السلام، اشتريت منتج اكس، مرحبا فيك، كيقول لي هذا المنتج واش كيدير الفائده الزد؟ لا ما كيديرهاش. انا اشتغل الاعلان، اوكي خلاص كنسل. شنو هو الدور ديالنا؟ انا عارف ناس كيجيبوا الكوست ب 50 سنت 60 سنت دولار وجوج، وعندهم الكونفيرميشن ريت زي الزفت. غتقول لي لا خويا انا غنكذب في الكول سنتر. اخويا كذب في الكول سنتر صافي، ماشي الكول سنتر ديالي انا، ما الكول سنتر ديالي ما يكذبش. سير اخويا دير الكول سنتر ديالك ويقول لك واش هذا واش داك برودوي كيدير اكس واي، كتقول لهم اه كيديرها، يقول لك زي الفل كونفيرم. كتكونفيرم كتجي كتفرح، واو شت جوج دولار باش كندير الكوست، وكونفيرميشن ريت طالعه. هنا شنو كيطرى؟ الديليفريد غالبا غتكون طالعه، لان الدرايفر ما كيعرفش البرودوي، كي السلام عليكم عندك طلبيه من الموقع فلاني، سلام استلم شكرا هاك الفلوس. شنو كيطرى لك هنا؟ الخارج ماشي هو المغرب، كيجيك الريفاند، وبعض المرات كيوصل الدوسي عند البوليس وحمايه المستهلك و و و و و. اوكي، نعاود لكم واحد القصه وقعت لينا مع واحد الكلاينت في سعودي ماستري. جاب برودوي واو، اوكي، وتكونفيرما على اساس انه واو، اوكي، وضرب فيه مبالغ كبيره ومبيعات بالهبل بالهبل، عرفتي كما كيقولوا خارجين بالهبل، والديليفري طالع. فالسيمانه بداو لي ريفاند لي ريكلاماسيون عليهم، كامبلين على الجهد.
واضطر انه يرد الناس فلوسهم. بيان سو حنا ردوا الناس فلوسهم، يعني ماشي واحد هذا ولا جوج، راه كل الناس قال لك هذا برودوي فيك. دونك هنا انت باش تحكم ليا على الكوست، راه غير ممكن تاخذ غير فيديو تزيد ليه الملحه بزاف، وانت راه عارف شنو كنقصد تزيد ليه الملحه، يعني واو بزاف مبالغ فيه، غتجيب الكوست نازل، جيبو فابور كاع انت جيبو بالسنتات. دونك ولكن ملي كتمشي كونفيرميشن بتاكلها كما كيقولوا المصريين، وملي كتمشي للديليفري تقدر ديليفري ما غيأثرش حيت الناس ما الدرايفر ما عارفش البرودوي كيسجدوا، ولكن من بعد كيجيوك لي راكلاماسيون. وهو اذا الفكره اللي بغيت نوصل لكم من هذا الفيلم كامل، ونتمنى توصلكم الفكره، هو انه الكوست ديال الاعلانات باش كتجيب المبيعات على مستوى فيسبوك سناب شات تويتر ما عارفش فين كدير الادز، ما عمرو معيار ديال ان هذا البرودوي وينين غنخدم عليه ولا لا. تقول لي شنو هو المعيار؟ المعيار هو السايكل كامل يدوز بيرفكت، او السايكل يدوز بسلامة. السايكل ما فيهش غير البيع، السايكل فيه تبيع تكونفيرمي تليفري والناس يكونوا هابي، ماشي الناس كاملين 95% خصهم يكونوا هابي فرحانين بالبرودوي. البرودوي ملي حنا عندنا في شركه باش تعرف على القضيه، حنا عندنا برودوي ملي كيفوت 5% ديال الريكلاماسيون كيطلبوا الريفاند كنوقفوا داك البرودوي مع الكليان، ما كاينش المزاح. اذا المنتوج الناجح هو 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 واحد المنتوج اللي داز من هاد المعايير كاملين ناجح، جاب كوست معقوله ومعقوله. حنا ماشي هو عندنا جوج وثلاثه، المعقول هو انه معقول قل من $20 صافي، حنا تقريبا لان هذا الرقم باش كنجيبو كنحطوه في هذه المعادله ديال كنعرفوا به شحال غنربحوا في هذا الشيء الاخيري واحد في السيميلاسيون. اذا ان نجيبو بالكوست 8 ما عنديش مشكل، 9 10 5 13، ولكن راه خصني نشوفو في الكونفيرماسيون ونشوفو في الديليفري ونشوفو ما بعد الديليفري كاستمر سيرفيس واش برودوي الناس عليه شكايات ولا لا. هذا هو خويا البرودوي. اذا المعيار ديالك من اختيار منتج هو هذا، اي معيار اخر كتضحك على راسك. اسمح لي على الكلمه نقولها لك، نتمنى ان الفكره جاوبت عليها، اللي هي الناس كيقولوك جربت بزاف. خويا جربتي المعيار اول شيء ماشي انت اللي كتفلتري، جرب خذ وجرب، ما تقولش هذا هي هذا لا، جرب. وملي كتجربوا ما عمر الكوست هو المعيار، المعيار هو الاكسبيريونس، دوز الاكسبيريونس كامله مزيانه. والاشكاليه انا غنفتح قوس انكم انتوما او اغلبيتكم او بعضكم، وهذا اقولها محبه، انا كنقولها حيت انا خوك بغيت لك تخدم، ما بغاوش يدوزوا من الاكسبيريونس. بغا يقول لي خويا دحيا لقيت برودوي هذا كنجيب لك $2 غيخلي لي $60 ديال الربح صافي. لا خويا هاد الهضره شكون قالها لك؟ شكون قال لك هاد الهضره؟ هاد الهضره ما صحيحاش. الهضره الصحيحه خصك انت تكون مستعد دوز في الفانل، دوز في داك التيو، دوز منه سالم غانم تخرج منه تما نقول لك ايه. ولكن كلشي بغى الربح السريع وكلشي بغى ما بغاش يجرب. الناس راه كيجربوا الادز في السي او دي او في الاي كوميرس بصفه عامه، الادز غير تجربه من بين التجارب، كاين الكونفيرميشن وكاين الديليفري، حتى هادو خص تجربهم. الا انت جيتي للبيزنس وما بغيتيش تجرب هادو، ما اسمح لي راه غادي ترجع للور وغتخسر. وشنو غتقول؟ ديك الشركه شيبينغ، داك فلان، داك علان هو اللي خرج عليا، لا خويا خرجت على راسي، لان اصلا انت غير مهيا لهاد الاكسبيريونس. علاه كنقول لكم راه في الخليج ولا في السعودي من غير المغرب باش تخلي خصك مينيموم واحد $2000 الفوق. حيت علاش؟ خصك تكون عندك ما تصرف واحد اوما واحد 15 يوم 20 يوم باش تدوز من هاد السايكل بدون توقف. اعتقد جاوبت على هذا السؤال ووفيت فيه زعما، نكروشيو عليه. بزاف ديال الناس سولوني على شنو هو هاد السعودي ماستر سيرفيسز. خويا السعودي ماستر سيرفيسز هي غير واحد الشركه مغربيه اماراتيه، اوكي، حاليا اللي كنملكها انا وراقي. اوكي شنو كدير هاد الشركه؟ الا انت او انت بغيتي ديري ديري السعودي في الخليج، حنا كنوفر لك كل شيء، ما عليك الا تلقاي برودوي حنا كنستوردوه لك من لاشين لاي دوله بيتي في هاد الدول، حطيه او حطيه فيهم، و
كان كونفيرمو ليك الا بغيتي سينو كونفيرم راسك داكشي شغلك، وكان شيبيو ليك وكان ليفريو ليك وكان جمعوا ليك فلوسك وكان عطيهم ليك كل 15 يوم. هذا هو السعودي ماستري. كيفاش غادي نلتحق بها؟ ادخل اخويا السعودي ماستر دوت كوم، غتلقى تما السيرفيس، غتصيفط لهم داكشي فري، ما يقولكش واحد كتخلص، ما كتخلص ريال، كتصيفط لهم غيعيط لك السيلز، السلام عليكم، عنده معاك ميتين كيسالي معاك مجموعه من النقاط، الى لقاك اهل لذلك مرحبا بك، ما لقاكش اهل كيقول لك فوالا شنو خاصك، توكل على الله، ميتي تمشي شي بلاصه اخرى الله يعاون. بحال داك السيد داك النهار اللي قال لي في جميع الشروط ما قبلتونيش، جا بغي قال لك بغيت نخدم في الخليج، ما قبلوش حيت قالوا لي السلام عليكم وعليكم السلام وبغيت نخدم في الخليج، اه واش عندك بادجي اللي تصرف؟ قال لهم لا ما عنديش فلوس، عندي صفر. قالوا لي سمح لي ما تخدمش، واش دابا شي واحد ما عندوش فلوس غيدير بيزنس باش غتشري السلعه خويا باش غدير الادز؟ بلا ما بغيتش نطول في هذا لو بوان ديال السعودي ماستر، لان السعودي ماستر في غنى عن نهضروا عليها، اللي بغاها راه باينه، يعني غير بغيت نوضح حيت بزاف كيقول لك كيفاش 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 جو خو هادو دي فولورز جداد ما عرفتش. واحد السؤال اخر جاني بغيت نجاوب عليه، جاني فيه سؤال واحد ولكن بغيت نجاوب عليه، قالك لماذا لا تقبلون الجزائريين؟ واحد السيد سولنا يمكن جزائري، قالك علاش ما كتقبلوش الجزائريين؟ خويا هاد المعلومه غير صحيحه، 20% تقريبا من لي كليون ديالنا جزائريين، والحمد لله كيتفيراو ليهم مئات الالاف ديال الدولارات بشكل شهري للاخوه في الجزائر مع السعودي ماستر سيرفيسز. دونك هاد الهضره اللي قال عليك كذب عليك، نحيدوها علينا. واحد سولني قال لك سير النجاح في الخليج، اخويا انا قال لك كيفاش غننجح في الخليج؟ هو اسمع لي، هو كيفاش تنجح في الخليج؟ كنهضروا على الناس اللي بغاو يخدموا في الخليج، نحيدوا هذه الكلمات الخليج حيت ولات كدير الحساسيه عند الناس اللي بغاو يخدموا في السعودي. السعودي كما قلنا قبيله ستركتور ديالو مختلف على الدروب شيبينغ، اوكي، يعني فيه البيع وفيه لا كونفيرماسيون ديال دوك البيع وفيه ليفريزون او تليفري داكشي اللي كونفيرميتي، فيه ثلاث اقطاب. اوكي، باش تنجح في الخليج خصك تنجح في هاد الثلاثه، باش تنجح في السعودي خصك تنجح في هاد الثلاثه كاملين. لا يمكن ولا يعقل ولا يصح انه تقول لي انا ناجح في السعودي وعندك واحد فيهم طايح. تقول لي اخوك كيفاش؟ واش انت الا ما كتجيبش مبيعات وكدير الادس مزيان غتجيب مبيعات؟ راه ما يمكنش نقولوها صافي هذا كتجيب مبيعات، هو بيرفكت دان، كتجي الكونفيرماسيون، افترض معايا ان لا كونفيرماسيون عندك 20% 2%، شنو باقي غتليفر؟ تليفري 10% ديال 20% اللي هي نص، اللي جبتي مبيعات كونفيرميتي مزيان وما كتليفريش. اذا هنا منين كتجي ان باش تنجح في السعودي خصك جود بارتنر، بالعربي بالانجلي خصك شريك جيد، لانك في السعودي ما كاينش شي واحد في السعودي كيدير هادو كاملين بثلاثه. انا ما كنعرفوش، ما بغيتش نسمي الشركات، ولكن ملي كتمشي الشركات الكبار نسميهم اسيدي نيسبريسو في المغرب، زارا، دي فاكتو، يمكن هذه سميتها على ما غلطش، ال سي واكيكي في المغرب، انا عارف مع الشركه معهم كيتعامل، هادو شركات كيديروا اي كوميرس واش كيدير هما اللي كيليفريو؟ لا، يعني كتلقى عنده واحد من هاد لاشين ما كيديروهاش، ولكن شكون اللي كيديرها ليهم؟ كيتعاقدوا مع بارتنر انا سميتو جود بارتنر، يعني واحد الشريك استراتيجي في البيزنس ديالو اللي هي شركه الليفريزون. والناس الثاني في الشركات كتلقاهم كيسو تريتيو الكول سنتر، ماروك تيليكوم مثلا، اورانج فرنسا، ولا اي شركه راه كتلقى مثلا انها الكول سنتر ديالها في المغرب، تعطى الشركه اكس ولا ايكغيك في المغرب هما اللي كيجيو لا بونك نفس الشيء الى اخره. الشركات ما يمكنش يديروا كل شيء، شتي كيديروا داك الشيء كيف فيهم. دونك انت الجواب ديالي باش ما نكثرش عليك الهضره، حيت مره كنمشي في الهضره، باش تنجح في السي او دي وخصوصا في الخليج لان كنفهم فيه فقط ماشي زعما هو بوحدو اللي كاين، خصك تكون انت قاد على الجزء الاول اللي هو الماركتينغ والبرودكت ريشيرش والادز وتجيب المبيعات، وتعتمد على كول سنتر قوي، وتعتمد على شركه توصيل قويه. الا عندك هاد الثلاثه قويين
بيرفكت. انت واعر، انت غتمشي بعيد، هذا هو سر النجاح في الخليج. هذا السؤال ديال الاخ اللي سولني شنو هو السر في النجاح. باش تنجح في الخليج خصك هاد ثلاثه يكون عندك، هاد ثلاثه ديال الاعمده قويين عندك. هنا غنفتح واحد القوس، هنا الجزء الاول ما غنهضرش عليه ديال الاد وتجيب مبيعات، هذه ديالك انت، ما قادش عليها انت مازال ما كديرش الاي كوميرس. كل سنه انت تقدر ديرو، انت تقدر ما ديروش، ولكن انا يستحسن تسترتيه الناس متخصصين. نجيو للشركات ديال ليفريزون، المثال اللي كديرهم مثلا سي او دي ماستر سيرفيس كتكلف فيهم. تقول لي هنا بغيت نفتح في واحد القوس، الله يجزيكم بخير، وهذه غيرة في الشهر 7 اللي فات، الشهر 7 اللي فات جات واحد الشركه داروها شي مغاربه ما غنقولش المدينه، مين في الامارات، بغاو يديروا بحال سعودي ماستر. وهذا الشيء ماشي عيب، بالعكس نشجع ونحيي داكشي غود. المشكل فين كاين؟ انه طيحوا الاثمنه بشكل خيالي. وانا جاو عندي الدراري قال لي دير فوالا راه واحد الشركه جديده انتما كتعرفوا بحكم انني ماشي يلا كاين في الخليج البارح، في الخليج 7 سنين، عارف شكون مول الشركه، عارف يعني التليفون جيب به المعلومات. هذا ماشي هو بيت القصيد، بيت القصيد انه ملي قريت ديك الكونطرا واحد السيد كان كلين عندنا تعاقد معاهم، بدا خدم معاهم، كنهضر معاه انا واخا كيقول لي راه مشيت لديك الشركه، نقول له مزيان الله يسلك اخويا، ما لقيتي ما احسن الله يعاونك اوكي. ويقول لي راه عندي الاسعار، صيفط لك الاسعار، صيفطهم لي قريتهم. هو ربما كاين، والله عيطت في التليفون قلت ليه فلان، قال لي نعم، قلت لي دابا هادو هاد الناس جوج حوايج، يا اما هاد الناس غيديو لك رزقك، يا اما هاد الناس اغبياء او ما كيعرف هكا كاع الكلمه اللي استعملت لي هي ما كيعرفوش يحسبوا. قال لي يا اخويا دحيا واش انت كتخربق الناس، راه بعقلهم وعندهم بيرو في المدينه اكس في الامارات. قلت لي الله يسر اشي شطر سبعه في الشهر تسعود، يمكن فاتوا شهرين ثلاث شهور ولاو دوك لي كليون كيرجعوا عندنا، وفيهم اللي كرا دقه وساكت، وفيهم اللي جاري كيهضر مع اكونت ماجر، عافاك بغيت نعاود لكم معاكم الطرا بغيت نخدم. علاش؟ قال لي صافي راه انا جيت ويلا كنت مريض، امي مريضه، كتعرفوا ديك الهضره ديال بحال داكشي ديال المغرب. ولكن الناس اللي كنهضر معاهم كيعرفوا، قال لي داو لي رزقي، هاد الدري اللي قلت لكم داو لي 16000 دولار. هو انا قلتها ليه، قلت ليه علاش او دير، راه ما يمكنش هاد الاسعار، لان ملي كتجي انت كتقدم واحد السعر طايح بزاف، يا اما انت ما كتعرفش ستركتوري البرايس، يا اما عوض شفر. انا نحن الاخوان نفترض دائما حسن النيه، وديما كنقولها انا ملي قريت الكونترا قلت له هاد الناس راه ما لهم خبره، يعني هاد الناس راه ماشي خبره في الماركت ديال الجي سي سي، وماشي خبره في الماركتينغ، وماشي خبره حتى في الشيبينغ ولا اللوجيستيك ولا هم يحزنون، حيت عملي كتشوف بعينيك، تشوف بعينك اي بان لك. وهادو مصيرهم الزوال بطبيعه الحال. دونك ملي كنقول لك خذ لك بارتنر قوي، انا البارتنر قوي خصتي توفر فيه بعض الحوايج. نصيحه من عندي، ما تخدمش معايا اوكي، النهار غتخدم مع بارتنر ديالك في البيزنس في السعودي، خصوصا الشيبينغ الله يرضي عليكم. تخدم مع لاجونس دو كومونيكاسيون ديالك الادس، ما عجبوك غدا بدلوهم ما عندك مشكل. تخدم مع كول سنتر غدا ما خدامش لك السلام عليكم ما عندك مشكل. ولكن الشيبينغ لا، راه فلوسك تما، راه فلوسك كيبقاو عنده كان جوج شهر كيدخل لك تا هو، راه فلوسك هادوك الله يرضي عليك، فلوسك وسلعتك هذيك عنده. دوك هذا ماشي لعب، راه قلت لك هاد الشركه في الشهر 7 دات الناس، انا الناس اللي غير هضروا معايا راه الا حسبت كان تما واحد 100 كا، واحد الدري الدولي 16 كا، واحد البنت من اكادير 12 كا، واحد الدري اخر معنا 4 كا، هادشي اللي عقلت يعني حسب داكشي واحد 100 كا. فما ادرك بنات اللي ما كنعرفش كاع، انا هادو غير الكليون ديال السعودي ماستر اللي مشاو عندهم مع الموجه الاسعار ورجعوا عطاونا الارقام. دائما اخوان اللي غتختار شركه شيبينغ في المغرب في الخارج فيما هم يبغاو يكونوا، خص تكون شركه وراها ناس كتعرفهم اوكي، او شركه معروفه. باغ اكزومبل كنقولوا اراميكس، راه ماكش اراميكس تدي لك رزقك، او كنقولوا مثلا امانه ولا اوكي، يعني شخص سواء فرضا اللي وراها او شريك مادي، يعني شخص معنوي او مادي معروف. ولكن اهم شيء هو تكون شركه عندها لا سيتياسيون ستابل، بارد عليك عندها لا سيتياسيون ستابل. راه نقدر دابا نجي ننزل لك الاسعار كما كيقولوا هنا في الخارج حرق الاسعار، وكي راه ملي كنحرق لك الاسعار
راه عول انني غنضربك بلاصه اخرى بالعربيه تاع عربت، يا اما انا غنشفر لك في الكوليات، يا اما انا غادي نجمع لك واحد الحصيصه وكان هنا ومشى. اما انت ما دير لي، راه دوك الناس اللي داهم ديك كميه كاوا ما ادراك ما عنده ما يدير لي، راه ما عنده، راه كونطرا لهم يحزنهم. اوكي، او يعني اللي غتخدم مع شي شركه خدم مع واحد كتعرفو باين، اول حاجه. ثاني حاجه، واحد الشركه عندها ستابيليتي، عندها واحد واحد ستيبل في السيتويشن ديالها، ماشي خدامه البارح ولا اول البارح ولا ما عارفاش الناس اللي خدامين معاهم، راه دوك اللي كتبان شركه وكتعطيك اسعار هكا كيفاش داروا ليها؟ راه ما يمكنش. وارجوك، ثم ارجوك، في المغرب فيما بغيت تخدم في السعودي، شركه ديال الشيبينغ ما عمري غرك الفرق في السعر. الله يرضي عليك، انا مثلا نقص لك دولار ولا نزيد لك دولار، ماشي هو اللي غادي يطيح لك بيزنس ديالك. نفترضوا انت كدير 1000 شحنه في الشهر، اوكي، اجي ركز معايا عافاك دابا باش تعرف شنو كنقول لك. الا انت كدير 1000 شحنه في الشهر وجيت انا نقصت لك دولار على الشركه اكس ولا ايغريك، شحال غتوفر؟ كتوفر 1000 دولار، هادشي اللي عندك. اوكي، وكيفاش باش كتريسكي مقابل 1000 دولار؟ باش كتريسكي، كتريسكي بواحد مبلغ كبير، لان نفترض ديك 1000 شحنه غتليف عليك فيها واحد 60% اللي هي 600 شحنه، نقولوا ان مثلا لا او في ديال دوك الشحن باش غنصفوا الحساب 100 دولار، راه انت كتغامر ب 60000 دولار، ب 1000 دولار. اتونسيون، راه غير غرك هنا ويدي لك هنا، اما عندك ما تصور عنده. دونك الله يجازيكم بخير، باش دير السعودي فيما بغى يكون في العالم، اشتغل مع شركات معروفه وراها ناس معروفين وثقه. السلام عليكم. راه فلوس كي دام شالك، راه ليس لك عليها اي حجه او دليل. ومني باغي في الخليج، ملي كنقولوا شركه مع ما خدم معاها، اخويا كعطاهم الله، كاينه اراميكس، كاينه فيديكس، كاينه داش ايل، كاينه سامسا، كاين مع يعني، ماشي حنا كنخبيو عليك سميت شركه اخويا، سير تعاقد معاهم وشوف الاسعار ديالهم، واللي عطاك اسعار جيك اللي عطاك اسعار اقل من اسعار الشركات اللي بعقلها، عرفوا شفار من الاخر. لان لا يعقل. واش دابا انت، دابا انت في دماغك، عافاك حل معايا دماغك، واحد السيد غيمشي غير يشري عند هاد الشركات، اوكي، يعني كيدير غير الاربيتراج، لا ولكن كيدير الاربيتراج وكيتحمل مسؤوليات في وسط بيناتكم. واش انا مثلا، انا مثلا غنمشي نشري عند اراميكس، نفترضوا باعوا ليا ب 10 دولار، جيت انا بعت لك ب 10 ونص، واش انت، واش انا ممكن هي ارامكس عاتي ليا ب 10، واش ممكن انا نبيع لك ب 9؟ واش انا اللي وافرض ولد البارح وين انا غير تحيا، واش انا غادي نجيب ثمن قل من ديال هاد الشركات اللي كي اوبيريو مئات الالاف الشحونات في الشهر؟ يعني هادي سول راسك، اللي كيقول لك هاد البرايس، سول راسك هاد الشيء هذا كيدار ليها او هادي كيدارت ليها، صافي من الاخر. دونك ما بغيتش نطول في هاد النقطه بزاف، غير قلت لك انا باش تنجح، هذا حتى السيد سولك في النجاح، باش تنجح خصك دي بارتنر اللي غتخدم معاهم الون تيرم، اما ماشي ديفيرونس ديال دولار. انت شحال غدير كاع؟ غدير 500 شحنه في الشهر، غير 500 دولار لا ديفيرونس، راه 500 دولار ماشي ديفيرونس فريمون، راه كتريسكي. سير خويا كونتاكتي الشركات ديال الشيبينغ في الخليج اللي بعقلها، كونتاكتي ارامكس، كونتاكتي سامسا، كونتاكتي او بي او سي ودي اللي معروفين اخويا، ما تكونتاكتينيش انا، وخذ عندهم الاثمنه وغتلقى جميع هاد الشركات الاثمنه ديالهم متقاربه، فرق درهم درهمين، درهم درهمين. ويجي واحد يقول لك ناقص 10 دراهم عليهم اماراتيه، راه سمح لي. ثاني حاجه بلاش منها. المهم اللي بغى فيكم يخدم مع شركه يخدم، نرد عليكم، ما بغيش نسمع باقي الدوليه فلوسي، اوكي. وعندي واحد الملاحظه في الجروب ديال المغاربه دابا حاليا، ملي كتدخل في دوك لي جروب ديال السي او دي المغرب، بلا ما نسمي دوك الجروب، شنو هو النقاش اللي كيدور؟ اوكي، شنو هو النقاش اللي كيدور؟ الله يجزيكم بخير. كيدور سيدي، انا قيتها هنا، جوج ديال الاسئله محوريين،
هو السلعه انت وانا فين نجيب السلعه فين كاين السلعه مزيانه تاتا، وكاين واحد السؤال كبير لي ليفرول. دخل دوك لي جروب دابا تلقى خويا محتاج ليفرول فوارزات تكادير تيزني تيطوان، محتاج ليفرول. واش بعد انت دابا في نظرك هاد الفيلم ما عمرو بغى يسالي ولا ما غيساليش وما عمرو غيسالي؟ علاش اسيدي ما بغاش يسالي هاد الفيلم؟ لان المارشي ديال المغرب حد الساعه ما فيش شركه كتساتيسفي هاد الناس، او ميم طون كاين شركات كيحاولوا الله يوفقهم وحنا معاهم، ولكن داك الماركتر ديال المغرب راه صعيب يرضى. لماذا؟ لانه دائما هو كيقلب على البروفيت في شركه ديال الشيبينغ، وهذا ماشي عقلي ديال واحد غيخدم بيزنس لون تيرم. شركه كتعطيك 30 درهم في الديليفري وانت كتقلب على اقل، انت كتقلب على الصداع، انت كتقلب على اليد ديالك فلوسك، انت كتقلب على المشاكل. والليفريزون في المغرب واصل عباد الله 30 درهم للشحنه، شنو باقي بيتي؟ فين بيتي؟ فين هو غادي؟ زعما يشيب لك بدرهم، يشيب لك ب 10 دراهم. دونك من هذه الملاحظه انا اللي لاحظتها شخصيا، وهذا ملاحظتي الشخصيه، انا ملي كندخل دوك لي جروب اللي انا فيهم في المغرب كتلقى نقاش عقيم كيدور في الاي كوميرس في المغرب وفي السيودي في المغرب، اللي هو باقي حنا عندنا مشكل في لا ليفريزون. اوكي، في الخارج ما كاينش هذا المشكل، ما كاينش هذا المشكل، عليها الناس سكيله وعليها. انا شخصيا كيتيت المغرب اصلا، انا بديت بالخليج جيت للمغرب خدمت في المغرب رجعت للخليج وركزت على الخليج على هذا المشكل، لان المشكل ديال الشيبينغ متجاوز هناك او هنا. زعما انا في دبي يعني في الخليج متجاوز هذا الفيلم. دونك رجع للسؤال، انا بغيت ننجح في الخليج او نجح في السعودي، خصك من غير داك الادز وماركتينغ هو اللي انت خصك عندك وتقنو، خصك كول سنتر زوين وخصك بارتنر قوي على مستوى الشيبينغ. وقلت لكم بارتنر قوي، شركه معروفه، شركه ستيبل، شركه عندها استمراريه، شركه كتخلصك في الوقت. فلوسك هو المهم. انا شنو انا فائدتي الى رخصتي عليا وديتي لي رزقي؟ اخويا انا اعطيني اثمنه معقوله، اعطيني سيرفيس كواليتي، عندي اعطيني ضامن فلوسي، انا ناعس ضامن فلوسي. اوكي، ندوزو هاد النقطه باش ما نكثرش فيها. هنا واحد القضيه بزاف كيقول الاثمنه ديال السعودي ماستري غاليين. خويا الاثمنه ديال السعودي ماستري ما غاليينش، الاثمنه ديال السعودي ماستري معقولين بارابور الكواليتي اللي كنعطيك. اوكي، ملي كتشوف واحد السعر ديال 10 دولار راه واحد الافريج ديال 10 11 دولار 12 دولار، راه هذا هو الافريج ديال الشيبينغ هنا. تقول لي فلان وعلان وقال لك 8 ولا قل، خويا هذيك 8 سير جربها ورد عليا الخبر، ما غندويش معاك. سير جربها 3 شهور 4 شهور 6 شهور ورجع ليا صافي. انا هادشي اللي غنقول لك من الاخر كاع، زعما يعني جربها ونشوف، لان انا اعرف حق المعرفه ان الناس اللي كيعطيوكم هاد الاسعار كيعطيوكم هاد الاسعار ماشي حيت نيتهم خايبه، لا، حنا دائما نفترض حسن نيه، لانهم ما خدموش في الخليج. واللي خدم في الخليج غيعرف واحد المساله اللي قليل اللي كيعرفها الا اللي خدام في الخليج، ان الكوست الغاليه في الخليج ماشي هي الشيبينغ، اللي هي جوج حوايج، اللي هي الفيلفيلمنت وستوريج والوير هاوسينغ. يعني هو شنو كيدير هذا الشخص؟ دابا هذا الشخص اللي كيجي يقول لك هذا الثمن ولا هذه الشركه ولا هذا اكس ولا ايكغيك، كيمشي عند واحد الشركه ديال الشيبينغ يقول لي اخويا السلام عليكم، السلام، انا بغيت نشيبي معكم، انا غنجيب لكم واحد الفوليوم ديال 500 اوردر 1000 اوردر في النهار. كيقول لي اوكي اسيدي نعطي لك واحد الثمن مثلا ديال 30 درهم اماراتيه او 35 درهم اماراتيه. اوكي، نقول نحسبوها سيدي كطيحينا واحد 9 دولار. اسيدي عطاوها قل، عطاوها سيدي 8 دولار. ويقول لك عطوني هاد الناس 8 دولار، اجي نزيد نص دولار ديالي ونقول الدراري 8 ونص. نقول لا سيدي عطاوها 7 ونص دولار، 20 درهم اماراتيه ولا 22 درهم اماراتيه، 7 دولار. ويجي يقول لك اسيدي مزيان انا نزيد ونص ديالي ونبيع الدراري على 7 ونص. وانت كتقول ودي هنا السعودي ماستر كتحسب لي 10، غاليه بزاف شنو هادشي. هو داك السيد اللي حسبها راه يا اما غالبا ما خدمش في الخليج لعام عامين، لانه خصو يعرف انه مثلا باش يستوريج واحد السلعه كيخلص عليها واحد مبالغ خياليه، باش يفيل فيها كيخلص عليها الكولا اوردر مبالغ خياليه، هو ما كيحسبهمش.
هو كون حسبهم غيطلع ليه الكوست 9 و9 ونص 10 و11 كيما حسبهمش كيما وقع في الشركه الاولانيه اللي دات الناس فلوسهم راه كيما قلت لصاحبي قلت له هاد الناس عرفتي شنو ما عرفوش يحسبوا لانه هو سمع 22 درهم اماراتيه 7 دولار مزيان 7 8 نبيعوا لهم 8 دولار كسر اسعار او ديرها 8 صحيحه وكان ما فيهاش لوار هاوزين انت ملي كتجي كتحط عندي سلعه وفلان وفلان راه كتكون عندي في الشهر في المستودع واحد 100000 حتى 150000 حبه هذه راه 100000 و150000 حبه علاش حكيت تقام ستورج ديالها راه كتفوت اخويا شي 60000 دولار واللي قال لك لا عرفوا انه ما خدمش في الخليج واتحدى ما بين ستورج ديالها والوير هاوسين ديالها والفيلفيلمنت و فهمتوني اش نقول اش بغيت نقول لكم ولكن حنا ملي كنعطيو برايس راه فول برايس ملي كنقول لك انا 9 دولار ولا 10 ولا 11 ما كتخلص باقي حتى شي حاجه دونك هذاك شنو غيدير لي يا اما غيبيع لك العجل يا اما عاد تجي فاتوره هو من ديك الشركه ما عملك يتعامل عاد يبان ليه البلان وما قدرش يخلص ديك الشركه ما قدرش يخلصك وغيغيب وانت تقول واش فار بابا ما عليناش هذا هو غير الجواب ديال هذا القضيه اعتقد انني فصلت مزيان في هذا الشيء ديال ما له علاقه بالسعودي ماستر حيت ربما شافوا الناس ستوري هذا البارح هو البارح بزاف سولوني على السعودي ماستر والخليج نحلوا شويه الاسئله نحلوا الاخوان يسولوا شويه نطلع نسجل شي اسئله معينين ونسدو عاود ثاني حيت راه كيدي ليا التركيز انتوما شداد الدراري قال لك واحد كفيت ووفيت الله يكبر بك اخويا المهم انا اخويا اخوان انا زعما راه كنجي كنقول لك اللاصق لان مزيان انا قبل انا اخوان راه ماشي زعما انا جاي البارح في السعودي ولا في الخليج راه زعما راه الاقامه الثالثه دابا اللي كنجدد هاد الايامات وكل وحده راكم عارفين شحال كيكون فيها كتكون فيها 3 سنين يعني دابا راه 9 سنين ما عليناش واحد قال لك غد تحيتي لي خويا راني في الطريق باش نجمع 3000 دولار باش نبدا مع باش وي خويا واحد السيد كيسول زعما قال لك راه انا غنجمع 2000 دولار واخا كاين ناس بداو ب 800 راه لي زيكسبيريونس تختلف من شخص لاخر انا ملي كنعطيكم كنعطيكم القاعده فريمون كاين ناس بداو ب 800 دولار و 1000 دولار و 2000 دولار كل واحد وكيفاش بدا ولكن واش انت الاكسبيريونس ديالك وما لا هو ما عليه نفسه ولا يعني حنا كنقولوا واحد 2000 3000 دولار باش تبدا مزيان مرتاح كيفما كانت الخلفيه ديالك اهم شيء تكون كتعرف دير الاد وتلقى برودوي احبكم محلا واحد السؤال سولو واحد السيد سميتو بيجيري دوان ريدوان قال لك واش كتضمنوا الكواليتي خويا ما كنضمنوش ديال الكواليتي علاش انت كتضمن الكواليتي راسك لان لماذا وهذه والله زعما كنصادفوا راه بعض زعما دي ماستر عطاتني واحد اكسبيريونس اللي تخيل معايا واحد الشخص كيجيك السورسين كيبغي يسورسي منتج معين وملي انت كتبغي تسورسي واحد المنتج معين حنا اللي كنطلبوا منك كنطلبوا منك عطينا اللينك ديال داك البرودوي في علي بابا علاش كنطلبوا منك هذه القضيه لامرين اثنين اولا لاننا مبدئيا نتفق من داك اللينك على الكواليتي اللي اختاريتي والبرايس ليبيتي يعني انت ملي كتعطي اش كديروا كتشفت لك واحد كتصيفط للسورسين ديالنا واحد اللينك ديال البرودوي كيدير 2 دولار مثلا شي بولا شي حاجه بحال هكا حنا راه فريمون
كنجيبو لك داكشي وفق داكشي اللي مكتوب تما داك الديسكريبشن وبداك البرايس اللي بيتي انت، وكتقول لي في الاخر كواليتي. خويا راه الكواليتي سول عليها من نهار الاول، من الاول سورسي نقول لي خويا بغيت هذا البرودوي، ها هو في التصويره شنو هما لي كواليتي اللي فيه، شنو هو الفرق بيناتهم، شنو هو لي برايس. نتوما ماشي ما كان داك خويا انت اللي سولتي هاد السؤال، كان نهضروا بصفه عامه، بغى كواليتي واعره بثمن اقل. برودوي ممكن تلقاه ب 2 دولار و 5 دولار و 10 دولار، وانت ملي كتقول لي بغيت ديال 2 دولار يعني شنو كتسنى؟ دونك الكواليتي ماشي حنا اللي كنضمنوها، انت اللي كتضمنها لراسك. انت شنو صيفطتي لينا وشنو بغيتي، وان شاء الله ملي داكشي اللي جا ماشي هو اللي جبنا لك، ديك الساعه طلب الريفاند يردوا لك فلوسك، ما عندك مشكل. اللي بغى يبيع منتج اركان في الخليج شمن من الصا مزيان الادس. شوف الدراري بزاف كبغاو كيبغيو يبداو بالكوزميتيك في الخليج، انا لا انصح انك تبدا الكوزميتيك في الخليج، كلشي بغى كيتلح ليه لدرجه مبالغ فيها. انا نصيحتي اللي بغى يبدا في الخليج يبدا بالسلعه ديال الشينوا من الاخر. هنا علاش ملي غتلقى الكوزميتيك غتعاني بزاف مع السدان ديال الفيسبوك، فين غتلقى برودوي جمارك ديالو، انا لا انصح شي واحد يلاه بادي. ما هي دول الخليج التي تدعمها خدماتكم؟ السعودية، عمان، البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة. خويا يحيى كم يكون هامش الربح إذا اشتريت سلعة من الصين إلى الخليج؟ وهل الخليج يجمع كل دول الخليج أم السعودية والإمارات فقط؟ لا جاوبت على الدول كاملين. سؤال مهم، انا نسنت لي كومونتير، واحد الاخ سولني واحد السؤال ما خرجش دابا، غير دابا قريت واحد السؤال قريب ليه وتفكرته وخصني نعطيه وقته. كيقول لك اودي فرحتوا لينا راسنا، هذا واحد السيد قالها لينا ديجا، قالها لي ديجا، قال لك اودي صديق، كيقول لك اودي نتوما فرحتوا لينا راسنا بهذا الخليج، وين ميزته؟ يعني شنو فينا هي هذه الميزه ديال الخليج؟ الخليج خصك تكون غير ذكي تخدم فيها. وهنا نقدر نقول لك هذا هو الموضوع اللي غنخدموا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، مهم بزاف. هذه نصيحه اللي بغى يخدم في الخليج، نسيتها حتى الاخ اللي دوز الكومونتير فكرني فيها، عجبتني القضيه. اللي بغى يخدم في الخليج خص تكون عنده واحد القضيه مهمه بزاف. الخليج فيه جوج انواع ديال الاكسبور ديال الترونسبور، فيه الدوميستيك وفيه الانترناسيونال. واغلب الناس اللي كيخدموها من الانترناسيونال يعني شنو كيديروا بهاد الدراري؟ كيجي كيبغي يخدم في الخليج حيت هو افكاره مختلفه. داك ستوك اللي كيشري كيقول لك لا انا حطوا لي في الامارات وغنشيبي بيه وان باي وان للدول الاخرين. اوكي كتقول لي اودي راه يستحسن انك كل دوله تشري لها ستوك ديالها. كيقول لك انت غير بغيت تبيع لي العجل الى اخره. اخوان نصيحه 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 نصيحه، اللي بغى يدير الفلوس في الخليج يركز على الدوميستيك صافي. انا هذه الهضره اول مره كنقولها، اللي بغى يدير الفلوس في الخليج يركز على الدوميستيك. شنو كيقصدوا بالدوميستيك؟ ملي غتبيع برودوي في الكويت جيبوا للكويت، ملي غتبيع برودوي في السعوديه جيبوا للسعوديه، ملي غتبيعوا في عمان جيبوا لعمان. تقول لي علاش؟ وعلاش ما كيبغيوش الدراري يديروها؟ ما كيبغيوش الدراري يديروها لانهم ما كيبغيوش يفرقوا ستوك ديالهم. كيقول لك انا نمشي نشري 200 حبه للسعوديه ونشري 200 حبه للامارات وممكن 200 حبه لهنا، هذه 600 نفرقها ولا ما تبعتش لي تما شنو غندير بها؟ الخوف. ما تخافش اخويا ما تخافش صافي ما تخافش. الا جبتي ديك 600 للامارات انت مبدئيا بهذا القرار، سمع عافاك ستر ستر كتب
الا غادي تجيب 600 غنقول لك شد 200 للعمان، عفوا 200 للسعوديه، 200 للكويت، 200 للامارات. تقول لي لا غنجيب 600 للامارات وغنبيع في مجال السيلز نصيفط ليه. عرفتي بهذا القرار شنو طرا لك؟ بهذا القرار مبدئيا خسرتي 50% ديال الارباح ديالك، وغادي نكتبها معاك بالورقه والقلم وغنمشي معاك بالحسبه. جيب ورقه وسيلو كتبها نقول لك كيفاش غتمشي لك. هذا القرار المتسرع بهذا القرار اللي ناتج على عدم خبره بطبيعه الحال، وهذا دور ديال الاكونت ماجور ديالنا كيقولها لك، كتقول ليه لا. هذاك الاكونت ماجور اللي كتقول ليه لا عارف انا كنت احسن منه في الادز. بعض المرات اللي كل يوم اللي كيهضر معاك ماجور كيقول لي لا لا انا عارف انا راه خبره 5 سنين وانا في المغرب وانا الادز. او دير انت خبره في الادز، راه انت ماشي خبره في اللوجيستيك، راه انت ماشي خبره في الاوبريشن. هذاك الاكونت ماجور اللي ربما في حياته ما عمره دار الاي كوميرس راه احسن منك في الاوبريشن الشيف. هذاك الاكونت ماجور اللي حكرتي انت راه كي ماناجي 20 بحالك وميم طون او 10 و 15 كليون عنده بليفلات مختلفه. كاين عنده الميديوم، كاين عنده الكبير، كاين عنده الصغير، كاين عنده اللي كيعطي 10 ديال الزوز في النهار، كاين اللي كيعطيه 100، كاين اللي كيعطيه 500. انت ماشي احسن منه، عافاك انت ماشي احسن من الاكونت ماجور. نقدر نرجع لست، انت ماشي احسن منه، واعرف ما اقول واحترمك. عنده رؤيه ونظر على امور انت لا تعرفها، اذا اسمع لي مزيان. نرجع للنقطه اللي قلت لكم، اللي بغى يدير الفلوس في الخليج ركز لي على الدوميستيك. علاش ما بغيتوش الدوميستيك؟ يعني الناس ما كيبغوش الدوميستيك لجوج حوايج. اول ما كيبغي ريسكيش، ما كيريسك يقول لك لا انا وانا ما يمكنش ندي 200 للكويت ولا ما تبعتش لي، احسن لي نحط كلشي في الامارات في مجال السيلز كنسيفتو. ثاني حاجه ما كيبغيش يتسنى، لان الترونسبور لهاد الدول يتاخر شويه بارابول مع الامارات اللي هي سهله سيمانه 10 ايام، تما كنطيحوا في 20 يوم 15 يوم 25 يوم على حسب كل مره. ولكن بهذا القرار مشى لك 50% من البروفيت ديالك. هتقول لي اخويا دي كيفاش درتي ليها؟ انا نقول لك، فرضا كتبيع برودوي ب 80 دولار. دابا راه كتب معايا السيناريو هذا، ما عرفتش الا كتبت في ورقه واش غيبان لكم ولا لا، ما عرفتش واش غيبان لكم ولا لا. مثلا كتبيع البرودوي ب 80 دولار، اوكي ربما غادي تقلب الكتابه ما عرفتش. ب 80 دولار الا انت كتصيفطها، نفترضوا غتصيفطها من اليو اي، غتصيفطها للكي اس اي. الكتابه كتقلب ماشي مشكل. افترض معايا غادي تصيفطها من اليو اي للكي اس اي. هنا ملي كتصيفطها من اليو اي للكي اس اي، شنو هو التكاليف اللي عليك الشيبينغ، وعليك الفات، وعليك السي او دي فيز. اوكي هنا هاد الشيبينغ بحكم ان 50% اللي كتليفرا يعني غيضرب في جوج. نفترضوا مثلا داك الترونسبور هو اكس، غيضرب في جوج الترونسبور هو إيه. وعندك هاد الفات مثلا في الكي اي سي 15% وغضرب في جوج، لان ديال كلشي اللي تليفر ما تليفرش، والسي او دي فيز راه ديما فيكس. افترض معايا انك تبيع دوميستيك نفس الشيء ب 80 دولار، شنو اللي ربحتي؟ الشيبينغ ما بقاش اكس، كيولي قل دائما. الترونسبور في المحلي مثلا الا كان 10 دولار في المحلي، راه في الانترناسيونال 15 دولار. ها هي 5 دولار ديفيرونس كتضربها في جوج، يعني 10 دولار ديفيرونس. ها هو 10 دولار ديفيرونس ربحتيها من الشيبينغ. شنو ربحتي اخر؟ ربحتي الفي اي تي. الفي اي تي في السعوديه 15%، يعني كتضرب في جوج 30%، يعني 30% ديال 300 دولار مثلا ب 80 دولار اللي هي تقريبا كتمشي لك واحد ما عرفتش شحال نحسبها، من 30% ديال 80 دولار اللي هي 8 12 دولار. شتي شحال يعني مبدئيا الفرق بين هاد الربح ديالك غادي يتنقص ولا غيزيد ما بين هاد جوج القرارات ب 22 دولار. يعني الا غتخدم دوميستيك في السعوديه او غتخدم الانترناسيونال للسعوديه، 22 دولار مشات لك بار ديفو. يعني الا كنتي غتربح 8 دولار في الانترناسيونال، غتربح 30 دولار في الدوميستيك. خطر على هاد، يعني انا بغيت غير نعرف هاد الناس اللي كيختار الانترناسيونال على الدوميستيك. اخوان نصيحه ديالي لكم، اللي كيبغي يخدم الايكوميرس في الخليج
يسب على كونت ماتش. انت دير راسك مطنق، نصيحه من عندي، قول لي سي اكونت ماتجر اللي جاتك بخير. نعم، احسن اكونت ماتجر في العالم انت. هي اخويا وري لي ما ندير في الاوبريشن. هو انت احسن منه، احسن منه في الارتس، في الماركتينغ، في الاي كوميرس، انت ولكن انت ما احسنش منه في الاوبريشن، ما احسنش منه، ما احسنش. سمع الله يرضي عليكم، سمع، راه املك من الناس، عارف زعما في السعودي ماستر اللي كاين اللي عندنا، عارف شنو واقع في الخليج، يعني عارف الناس اللي كيربحوا $100 الشهر وعندنا الناس اللي كيربحوا $100,000 الشهر، شنو الفرق بيناتهم؟ عارف اين تؤكل الكتف وكيسمع. اوكي، عندنا اكبر كليان كيضرب واحد 100 كف في الشهر تقريبا، هذاك الى دزتي حدا الاكونت ماجر ديالو وكتسمعو كيهضر معاه غتقول هذا ما كيربح والو، هذا يلا مبتدئ. وكتلقى شي واحد كيدير $200 $500 كيهضر مع الاكونت ماجر ديالو هو عفاكم. نصيحة هذه والله يلا تفكرت، عفاكم اللي بغى يخدم شي حاجه يسمع الناس ديال التخصص. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم، سمعوا الناس ديال التخصص وسمعوا الناس اللي كيعرفوا اللي كيديروا الحاجه. الله يجزيكم بخير، اعتقد جاوبت على هذه. نشوفوا الكل، نشوفوا لي كومونتير شنو كاين اخر. واحد قال لك فين كاينين لي ورك لي وير هاوس، لي وير هاوس، لي وير هاوسينغ ديالكم في كل شيء اخويا. عندنا وير هاوس في السعوديه، عندنا وير هاوس في الامارات، عندنا وير هاوس في قطر، في البحرين، عندنا وير هاوس في الكويت، وعندنا وير هاوس في عمان. قطر جاي اخويا، جاي قطر، قطر عطيها شهر ان شاء الله تكون واجده. بزاف ديال الدول جايين، ما غنقولهم دابا، ولكن بزاف ديال الدول جايين قريب ان شاء الله. واش ضروري ديجا تكون حققتي ارقام كبيره في المغرب باش تخدم في الخارج؟ لا خويا، مو شرط ابدا. معنا الناس ما عمرو كاع خدموا السعودي والحمد لله كيديروا ارقام كبيره. كيفاش يكون عندي اكونت ماجر معكم؟ اي كلين عندنا خويا عنده اكونت ماجر، اي كلين. واش نتوما اللي كتكلفوا بالديوانه؟ ملي كنسيرسيو لك من لاشين حنا اللي كنتكلفوا بالديوانه. شحال مينيموم ديال او في هو $80 $70 حسب. دابا الثمن باش كتبيع كنبداو دائما البرودوي ديال كنبداو بثمن غالي، ومع الوقت كيتساتور كنزلوه. الناس اللي كيسوا على الاجراءات تجيب السلعه، حنا اللي كنجيبوا السلعه، حنا ملي كتورينا السلعه حنا كنجيبوها لك. اعتقد ان جاوبت بزاف على هاد هاد السيرفيس اللي كديروا. واش الخلاص ديالو بالعموله؟ لا خويا، حنا راه كتجي عندنا كنبيعوا لك، كنحطو لك الكونطرا فيها الاسعار من نهار الاول، عارف شحال غنشيبي لك بشحال بشحال من الاول، يعني ماشي كنقول لك عموله ولا شي حاجه. واش ضروري تكون عندي شركه باش نتعامل معكم؟ لا، ماشي ضروري تكون عندك شركه، ممكن توقع معنا بشخص مادي او شخص معنوي.
الا بغيت نبدا البرودوي ديال المغرب في الخليج، واش غادي يخصني نسيفط ستوك لتما ولا حتى نجيب؟ لا خويا، خص حنا اول ما كنبيعوش حاجه ما عندناش، يعني انت خصك تسيف ستوك لينا حنا في الورهاوس ديالنا، ولا نشدو عندنا عاد نشيبيو ليك وان باي وان لتما. هضر لينا على العقد ديال الشركة ديالكم، واش ممكن في أي وقت يقدر أي طرف يلغي العقد؟ بطبيعة الحال أخويا، أنا أنت لست ملزم تخدم معايا وأنت ما باغيش، يعني تقدر توقف كاع، أنت ما تلغي كاع، وقف الله يعاونك صافي. يعني أنت ما عطيتليش أوردر، شنو غنشيبي ليك؟ تخزين في الأسعار، حنا أخويا البرايس اللي كنعطيو في الشيبينغ شامل كل شيء، ما كنقولوش ليك باقي خلص الوير هاوسين، خلص الشيب، خلص ستوريج، داكشي لا. اللي اصلا كاين في الامارات ما عنده حتى شي مشكل يدخل معاكم في السعوديه مثلا. خويا معنا الناس عايشين هنا ديجا عندهم بيزنس هنا في الخليج، وديجا عندهم عقود مع شركات شحن ورجعوا عندنا، لان حنا كنهنيوك من كل شيء، انت غير جلس في دارك ودير الماركتينغ ومعك اكونت مانجر كيسوي معك كل شيء ديالك، يعني عادي جدا. اغلب الاسئله كيسول على سعودي ماستر سيرفيسز، خويا سعودي ماستر سيرفيسز دخل الموقع سعودي ماستر دوت كوم سلاش سيرفيسز وكل شيء كاين تما. كنديرو الباكيجين بيان سور. اعتقد اغلب الاسئله زعما راه جيجا جاوبت عليها. اعتقد ان كل شيء جاوبت عليه اخوان. اللي بغى يخدم راه ما كاين حتى شي عذر باش يخدم في المغرب، في الخليج، في الافريك، اي بلاصه بغى يخدم فيها راه عندك فيها ما دير. اعتقد انني جاوبت على لي كيسيون اللي كنت دونت هنا. ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفكم في ستوريات جداد، نشوفكم في دي لايف، نشوفكم في انا متبعكم معكم، يعني انا معكم والله يوفقكم. وتهلاو لي فريسكم. هذه تقريبا الساعه 2:15 هنا في الامارات، مشي نعس. شكرا بزاف لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.